لذلك في هذا الحديث هكي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدينا في النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جلوبال ما شو معنى الحديث هكي أم كل حاجة ثبنا في النية زين ساتي لا باز زين ساتي دلساس إذا غسمي ديما في صلاة الحديث هكي الصحابة الناس أسمي هجر عليه الصلاة والسلام سيم كار المدينة إن يسدغاني اللي وقال لنا رؤي هجرنا إثم الطوث من أجل ثم الطوث باش تياغ إن يسي لا إيون مقارن إيون إيون برقاز اسمي هجر ربي صلى الله عليه وسلم كنت المدينة إيون إفغان غذي غيو ثم الطوث إفغان تياغ ماشي لا في سبيل إفغان تياغ وخلاص من بعد اسمي سينا فيغا كما غد جوجا غيثم ثم يسي سامبل روحة هاجر ضما كان هجر يرقاز صحابة الله الله إن يسي فاسيل ذايا ماذا هاجر هاجر إيه هاجر سيمكا المدينة إذ غيو غيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد ينطق إن دمك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كل يوم على حسب النيات فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أويني هجرا سيمكا المدينة غيوث من ربي أثل جريس النكمال أرسيدي ربي إن شو من كانت هجرته لدنيا يصيبها على جل تجارة على جل دونيث على جل تريكة على جل أو امرأة ينكحها نغن تلا سيبلينس يشك فيزين يينس تنطوث نيك فغانا إكفغاتيا فهجرته إلى ما هاجر إليه ودينار ميبا فهجرته إلى الدنيا إلى دنيا أو امرأة لا فهجرته إلى ما هاجر إليه دليل على التخفيف والإنقاص من الأجر ومن القدر المعنى يسمك نربو سيف كرزال من بعد خلقاكي سمت الصحابة وغالا ثمتوثاكي اسمس أم قيس من بعد السوال المهاجر أم قيس وما زال السنغي مثلا سقار الفلاس سلا الفلاس خطر ثوار الفضيحة يثمثا أكن تفغوث الفضيحة الدنيث وثو عرارة من الفضيحة الأخر ذا شو السبان توسرا على ذا السر بمرة يثمثا ما لنخذ من الخذمان إوذ ميس وحذس الحديث يقول السلامي ميسا غزر ذا القرآن هضرن فلاس العلماء أدفذوغ الإمام الشافعي وقيل المعروف العالم القرآن صاحب المذهب المعتبر الإمام الشافعي المذهب الشافعي إن هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه الحديث قيم السلام إذا نشرحها كثيرا جلوبال مو حديث عمر بن الخطاب إن يش ذنسا لانتير العلم كيد يفكى ربي لانتير صاب دير دويس يبغي تسلت انتيير في الثلاثه ويناد الحادثة كي يشم ذي 70 تبورة ذي 70 لي دومان ذكوان يعني الفقه الاسلامي